حركة حماس من باب الحرص على هذا الإنجاز ومن باب نجاح الجهد المصري وتحقيق طموحات شعبنا في هذه الخطوة الوطنية المسؤولة، تعاطت بشكل جدي وبشكل مسؤول مع هذا الجهد المصري وقدمت كل ما هنالك من خطوات إيجابية على رأسها حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة من أجل سحب كافة الضرائع أمام أبو مازن وحركة فتح في من أجل إنجاز هذا المشروع. الآن كيف سيتعاطى أبو مازن، كيف ستتعاطى حركة فتح مع هذا الجهد المصري، وبالتالي هم أمام اختبار جديد. الآن احنا ننظر انها قلت لك إيجابيات ولكن تحتاج إلى توضيحات، والتوضيحات من الضامن وحامل الملف اللي هي مصر.